غادي ندوزو الان وغادي نشاهدوا فقره كي كنا كي ولينا. كتعاني من مشكل تساقط الشعر؟ قرعيتي وانت مازال في اوج الشباب ديالك؟ جربتي كاع المنتوجات وما جابش الله؟ الحل كاين، اول منتوج ضد القرع وجربناه على اكثر من 200 الف شخص وهالبرهان. اخويا شنو مازال هنا هنا مزيان مزيان هنا. هو الصراحة الزيت ديال الزغبي مزيان. هو خوتي الانسان اللي بغى يدير هاد الزيت ديال الزغبي يعرف كيفاش يستعملو. شوية القطن والقيطات وديرهم في البلاصة اللي عندك فيها التساقط ديال الشعر. انا خوتي راه بغيت نكب شوية من القرعوية تدفق ليا على عيالتي. انتوما كتشوفو خوتي كيولي هادو. وتعقدت اخوتي تعقدت. وشحال من واحد كيقول لي دور اخويا نهضروا معاك وانا راه داير هانتوما خوتي ها داري فينا واحد هانتوما خوتي راه داري الناس ما بقاوش عارفيني واش غادي ولا واش جاي وانت من دراعي يا عباد الله هانتوما كتشوفوا كل نهار كيكبر هاد الشيء راه شريت ليه بقص ديال الجزر ذا انا ما بقاش فيا الحال على راسي يعني والدري صغير الدري صغير دفقت عليا تا هو القرعه انت اش غادي نقول لكم اخوتي راه لا مدواج ولا ما غوتش ساعة الخطرة كنشطبوه اش غادي نقول لكم اخوتي تا من يدي يا عباد الله ناض بها انتوما هاتا ادفرتو باش نولي نسلف على الناس هو الصراحة زيت الزغبي نيميرو واحد